أخبار اليوم. الأشياء ربنا نتخيل أنها تحتل شاشة الدراما. يأتي سلسلة كامل يقول أن الدراما الاجتماعية الدراما المحترمة القصرية قادرة على أن تنجح في أي وقت طالما أنها بتناقش قضايا بصدق من هنا على فكرة أن ذلك من أهم أسباب نجاح سلسلة الدم. ومن هنا والجزء الرابع يكون سلسلة الدم دخل تاريخ كعمل أعتقد أنه هيبقى من كلاسيكيات الدراما مش بس السعودية لكن الدراما الاجتماعية والمصرية والعربية كمان عموما. أكيد كل شخصية بمليئة ملامحها ولها معطياتها ولها بعدها الاجتماعي والمادي وما إلى ذلك، لو تشابه دور العمل وجالي دور شبهه أكيد مش عمل. يعني لو زي ما الدكتور هبة تفضلت وقلت مثلا حدائق الشيطان الدور لو استعرضنا فرام الحب والمختلف، يعني فرام الحب كان نموذج للرجل الصعيدي، بلاش الصعيدي، الرجل المصري اللي يبتسم بالشهامة والرجولة حتى عندما يختصم، فهناك حاجة اسمها شرف الخصومة. محببك للنفس، أنا شخصيا بحب اللهجة الصعيدي، بحب أي لهجة عموما، أي لهجة بحبها سواء كان صعيدي فلاح أي لهجة، لأن على الممثل هو صاحب ودن، إن لم يكن صاحب ودن فهو صاحب مناخير، يعني أي حاجة يعني شم هو المهم ان هو يشم الدور على فكره، كل دور ليه ريحه، في دور ريحته وحشه مش صعب، يعني المتفرج بيشم ريحه الدور وبيحس الدور. يعني هو حتى كان لي مشهد استشهاده من المشاهد المؤثره جدا في الفيلم، وعايز اقول لحضرتك ان المشهد ده تقريبا احنا قعدنا نصوره من الساعه 12 بالليل لغايه الساعه 3 صباحا في منطقه جبليه او منطقه صحراويه، وكان مشهد مرهق جدا، ولكن على قد التعب على قد ما انا كنت مبسوط شخصيا في سلسله الدم، وانا عامل شخصيه 90% من شغلي تمثيل معاها هي، ده قربنا طبعا من بعض اكتر، احنا الاثنين صحاب بشكل كبير كفنانين، والحمد لله رب في كيمياء بينا على الشاشه وفي الحقيقه كميتنا اكتر، لدرجه ان الاستاذ مصطفى يقول لي انت اللي بتعطل انا معطل. وبعدين ابدا اتطور، يقول لو مفيش مصحح بلغه فاصح ممكن لو واحد صعيدي بيتفرج على المسلسل يضحك بالظبط، يلاقي واحد بيتكلم سوهاجي واحد بيتكلم اسيوطي مثلا، يعني في نفس المحافظه ممكن اللي هو البر الغربي او البر الشرقي ده له لكنه غير لكنه تانيه خالص، اللي في النص ده بيتكلم تايلاند.